السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بتلاميذ السنه الثانيه بكالوريا علوم تجريبيه وعلوم رياضيه وعلوم تكنولوجيات في هذا الفيديو وصلنا للجزء الثالث والاخير من درس النواه الكتله الطاقة واللي هو الدرس الثاني من الوحده الثانيه الفقره الاخيره ديالنا كتطرق للحصيله الطاقيه ديال واحد التفاعل النووي نبداو على بركه الله بالحاله العامه قال لك سنعتبر واحد التفاعل نوويا معبر عنه بالمعادله التاليه عطاونا واحد المعادله إكس x1 x2 x3 x4 هما عبارة عن نواة لكل نواة عندها واحد العدد خاص بها ديال البروتونات والنوترونات اللي هو العدد A والعدد Z إلا بغينا نحسب الحاصلة الطاقية لهذا التفاعل كنسميوه هو دلتا أو اللي كيساوي طاقة الربط ديال النواة الأولى ديال المتفاعلات يعني طاقة الربط ديال المتفاعلات المتفاعل الاول هو اكس ان متفاعل و إكس جوش المتفاعل الثاني هو اكس جوج زائد طاقة الربط للمتفاعل المتفاعل وكنقصو منه طاقة الربط بالنسبة للنواتج اللي هي طاقة الربط اكس ثلاثة طاقة الربط اكس أربعة ومن خلال طاقة الربط قدروا يوصلوا على ان دلتا او كتساوي دلتا ام في سي مربع ودلتا ام هو التغير ديال الكتلة العلاقة اللي نبغيكم تعقلوا عليها واللي غادي نخدموا بها هاد الفقرة الاخيرة من الدرس هي ان دلتا او اللي هي الحصيلة الطاقية ديال التفاعل كتساوي الكتل ديال النواتج ناقص الكتل ديال المتفاعلات مضروب في سي مربع و سي كنعرفوها هي ثابتة ديال سرعة الضوء في الفراغ غنشوفو دابا تطبيق على الانشطار والاندماج النووي نبداو بالانشطار عندي واحد النواة ديال اليورانيوم ميتين وخمسة وتلاتين تنين بواحد النوترون وكتفكك يعني كيحدث ليها الانشطار باش كتعطيني واحد جوج ديال النواة جديدة النواة الاولى هي سيزيوم 140 55 زائد الروبيديوم 93 37 زائد واحد ثلاثة ديال النوترونات وهذه هي المعادلة ديال هاد التفاعل ديال الانشطار النووي الا بغينا نحسبو الطاقة ديال التفاعل شنو كنديرو اول حاجة كنحسبو تغير الكتلة حيت حنا شنو قلنا قلنا بلي دلتا او كتساوي دلتا ام في سي مربع و دلتا ام غنبداو بدلتا ام ومن بعد غادي نضربو في سي مربع دلتا ام كتساوي ام فينال يعني النواتج يعني داك الناتج اللي خرج ليا ناقص ام انيسيال اللي هي البدئية اللي هما المتفاعلات وغادي نجي نكتب دلتا ام كتساوي الكتلة ديال النواتج شنو النواتج عندي هو السيزيوم الروبيديوم والنوترون غادي ندير بين معقوفتين الكتلة ديال السيزيوم الروبيديوم النوترون ناقص المتفاعلة شنو هما المتفاعلات هما هو اليورانيوم والنوترون ها هما ناقص الكتلة ديال اليورانيوم مع الكتلة ديال النوترون لابد دا لابد ما يعطوني الكتل ديالهم لان انا غادي نحسب دلتا ام اللي هو التغير ديال الكتلة فضروري خصني نكون عارف الكتلة ديال ديال هاد النواة ديال السيزيوم الرابيديوم ديال النوترون ديال اليورانيوم فكيعطيهم ليا في المعطيات دابا شنو غادي ندير غادي نحسب دلتا ام غادي نلقاها بألة الدرس كله في غاية الاله الدرس ديالنا هو درس بسيط ولكن العقوبه ديالو هي الاله حاسبه يعني من خلال هاد الدرس هذا غد... غادي تعلموا تخدموا كالكيلاتريس مزيان غادي نحسبوا دلتا ام غادي نلقاوها هي ناقص 0.18 18729 والوحده ديال الكتله الدرية هي اي هنا ضروري نحولوها لكيلوغرام شنو كنديرو باش كنحولوها للكيلوغرام هادشي هذا اللي خرج ليا هنا كنضربو فاش فواحد في فاصلة ستة وستين صفر ربعة وخمسين في عشرة أس ناقص سبعة وعشرين وغادي يصبح عندي بالكيلوغرام في الأخير شنو غادي ندير حنا حسبنا التغير ديال الكتلة اللي هو دلتا إم ها هو غادي نضربو في سي مربع وغادي نلقاو بلي دلتا أو كتسوى ناقص جوج فاصلة سبعة آلاف وتسعمية وتنين وخمسين في عشرة أس ناقص حداش جول من الجول انا بغيت نحول الوحده العالميه ديالي اللي هي الميجا الكترون فولت شنو غادي ندير غادي نقسم هذا الشيء اللي خرج ليا على 1.602177 في 10 اس ناقص 13 وهذا الشيء الا على هاد العدد غادي يخرج ليا بالميجا الكترون فولت وغادي نكتبو دلتا او كتساوي ناقص مية ميجا الكترون فولت هنا شنو اللي يمكن لي نستنتج من هاد ناقص مية و ميجا الكترون فولت هو ان المجموعة هو ان اليورانيوم تحرر واحد الطاقة الوسط الخارجي اللي هي كنكتبوها بالميجا الكترون فولت وكتسوى 174.76 ميجا الكترون فولت هذه هي الطاقه اللي تحررها اليورانيوم للوسط الخارجي وحنا عندنا فيما يخرج لكم دلتا او أه. اذا كان لكم دلتا او أه. صغر من الصفر عرف باللي ان هاد المجموعه راه كتحرر طاقه للوسط الخارجي واذا كان دلتا او أه. كتلقاوه موجب عرفوا ان هذاك النواة ولا داك المجموعة ديال المتفاعلات راه هي كتاخد طاقة من الوسط الخارجي وكتدخلها عندها غنشوفو دابا تطبيق على شفنا الانشطار جميع دابا غادي نشوفو الاندماج الاندماج النووي عطاوني واحد التفاعل ديال تكوين الهيليوم انطلاقا من الهيدروجين عندنا هاد المعادلة ديال التفاعل شنو غادي نديرو غادي نحسبو التغير ديال الكتلة دلتا ام قلنا النواتج ناقص المتفاعلات ها النواتج ديال الكتل ديالهم وهذا ام ديال 4 اش او 4 جوج ناقص ام ديال النوترون زائد عفوا كنسدو المعقوفه وكنديرو ناقص ام ديال اش جوج 1 زائد ام ديال 3 واحد وكنحسبو كنحسبو دلتا او في الاخير يعني كما درنا في السابق غادي نوصلوا ان دلتا او كتساوي ناقص 17 ميجا الكترون فولت يعني شنو كنلاحظو كنلاحظو ان اليورانيوم اليورانيوم عطا واحد الطاقه ديال كان عنده واحد الطاقه ديال التفاعل اللي هي كبر من الاندماج النووي يعني الانشطار عنده واحد الطاقه اللي هي كبر من الاندماج النووي وفي الاخير شنو غادي نقولوا غادي نقولو باللي تفاعل الاندماج يحرر طاقه اللي هي تقارب 18 يعني 18 ميجا الكترون فولت بينما الانشطار كانت تقريبا 170 ميجا الكترون فولت الوسط الخارجي هنا كنقولوا باللي الطاقه اللي تحررها اليورانيوم كبر من الطاقه اللي تحررها الاندماج النووي ولكن بالنسبه للنوويه راه الطاقه بالنسبه للنوويه يعني خصنا الطاقه اللي خاصه كل, كل عنصر في النواه راه كنلاحظوا باللي الاندماج النووي عنده واحد الطاقه كيحررها كثار من الطاقه اللي كيحررها الانشطار هذا اللي كان عندنا في هذه الفقره الاخيره من الدرس اه نتمنى تكون فاتكم وشكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات كازاكو